الكرام، أخوتي الكرام، اليوم راح أتكلم عن نبتة مهمة جدا للطيور ومحفز جنسي، محفز جنسي طبيعي 100% تقدم للطيور في موسم التكاثر وموسم التزاوج. هي هذه النبتة تتكلم عن القريص في اللهجة السورية أو بمنطقة بلاد الشامت، والحريقة مثل ما يذكروا الأخوة في المغرب العربي. طبعا لم أتحصل عليها داخل منزلي، فأنا الآن خارج المنزل لأبحث عنها. بلتقي معكم عند وجود هذه النبتة، وسوف أتطرق للحديث عنها من بالتفصيل وكيف تقدم للطيور من حصول عليها إلى وقت التقديم بإذن الله تعالى. تابعونا وبإذن الله راح نكون معكم بكل جديد. السلام عليكم، نلتقي عند ورحمة الله وبركاته. أخوة الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور، أخوة الكرام، طبعا مكان تواجد هذه النبتة يجب أن يكون في مكان في، يعني ما بتضربوا الشمس كثير، في مكان رطب أيضا. مثل ما كم لاحظين أنا هلق شفتها على الطريق، على طرف الطريق لاحظت وجود هاي النبتة. طبعا هاي النبتة هي النبتة. النبتة طبعا أخوة الكرام من النباتات المهمة التي يجب تقديمها للطيور في فصل الربيع، وتكسر وتنشط هذه المادة أو هذه النبتة في فصل الربيع بشكل كبير. فنحن يجب علينا استغلال هذا الفصل وتقديم لطيورنا كل ما هو مفيد. طبعا هاي هي النبتة هون، وفي عندنا هون مثل ما كنتم شايفين هون كذلك الأمر. راح نقوم أنا هلق بقطافة وأخذها إلى المنزل، ومن ثم راح أتابع معكم وأحكي لكم عن الفوائد اللي موجودة داخل هاي النبتة، وليش نحن قدمناها للطيور، والشغلات اللي بتساعد هاي النبتة اللي بتخلي الطير يتفاعل مع هاي النبتة، وشو المواد الموجودة داخل هاي النبتة اللي بيخلي للطير يغرد بشكل جيد، وبيخلي الطير أيضا تحصل على إنتاج جيد وتزاوج ممتاز. النبتة هي مثل ما حكينا القريص أو الحريقة. منتابع معكم أخوة الكرام بعد ما ننتقل لغرفة الإنتاج، وبإذن الله راح نشوفكم هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن داخل غرفة التربية أو غرفة التصوير للقناة. طبعا أخوة الكرام بعدما قمنا بالتحصيل أو بالحصول على هذه النبتة، قمنا بجلبها وغسلها وتقديمها لطيورنا مثل ما كنتم لاحظين. طبعا أخوة الكرام هاي النبتة لها فوائد عديدة، يجب عدم حرمان الطيور منها وبالأخص في فصل الربيع، فهي تكسر وتنشط أكثر في أكثر الفصول في فصل الربيع. فالفوائد تبع أخوة الكرام راح نحكي عنها بالتفصيل. طبعا أول فائدة من فوائد هذه النبتة أنه بيساعد على تنقية الدم عند الطير، بيساعد على تنقية الدم عند الطير، وهذا الأمر مهم جدا لحياة الطير داخل القفص. الأمر الآخر أخوة الكرام يساعد أيضا في عملية الجهوزية عند الذكور والإناث، ويعتبر من المحفزات الجنسية طبيعية. الأمر الآخر أخوة الكرام القريص يساعد في توازن نسب أو تقوية نسب الكريات البيض أو الكريات البيض داخل الجسم، مما يجعله من الأمور المهمة أيضا في عملية الوقاية، يعني وأيضا يساعد في عملية علاج الكبد بطريقة مخيفة وبطريقة سبحان الله عم نجربها على طيورنا وعم نشوف النتائج بشكل مذهل. طبعا أخوة الكرام بتمنى منكم أنه نقدموا لطيوركم وتشوفوا الفوائد بعيونكم، تمام؟ الأمر الآخر اللي بيجعل هاي النبتة مهمة أيضا لتقديمها للطيور هي أنها بتساعد الطير على عملية الشفاء. لما بيكون عندنا طير مرضان لازم نقدم له إياها، لا نخص الذكر بمرض الأمعاء، لا تقدمها لطيرك لما بيكون في عندك مرض أو أحد أمراض الأمعاء، لا تقدمها، نكتفي بتقديمها فقط في حالة إذا كان الطير مصاب بمرض الكبد. عندما يكون مصاب الطائر بمرض الكبد نقدمه لهذه النبتة لأنها تساعد أيضا في علاج مرض الكبد، ولها فوائد عديدة ولا تعد ولا تحصى، وسبحان الله الذي أعطى لكل داء دواء. وفي نهاية هذا الفيديو بتمنى منك أخي الكريم المتابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، ما بنطول الفيديوهات كثير، بتمنى منك أخي الكريم المتابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، وأيضا بتمنى من الجميع مشاركة هذا الفيديو حتى تعمل فائدة على الجميع. وفي الدرس القادم بإذن الله راح نتكلم عن نبات جديد وطريقة تقديمه وطريقة الحصول عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر محمد.